السادة رؤساء المصالح الأمنية، إخواني رؤساء الجماعات، السادة الحضور الكرام، كما قلت السيد الولي الحمد لله فرحانين بالخير، خير عطانا الله ما علينا إلا نفرحوا به، وتنذكر أنا هذه واحد السنتين كنا خرجنا لواحد الجامعة دينا آلية وأنا نحيد الثلج قال لك الإخوان تما بالدوار قال لك السكن قال لك عافاك خليه هنا واحد اليومين ولا ثلاث أيام غير نشبعوا فيه شوف راه شحال هذا ما شفنا يعني الحمد لله دابا راه الثلج كان العام اللي فات وكان هذا العام ونذكر واحد النسبة ديال المياه اللي كنت في دبي الويدا اللي كلشي تيعرفوا أنه وصل العام اللي فات 17%. الحمد لله دابا راه في الصيف كان في 65 و66 هذه في الشهر اللي فات بلا ما نحسبوا هاد الأمطار اللي تحضروا هذا الحمد لله معطى من عند الله هذا معطى من عند الله الله يوفقنا والله يوفقنا يزيدنا من خير ويحفظ بلادنا كما تعرفوا السيد الوالي الجهة وضعت في سنة 2017 عدة آليات لهذه المهمة هذه بما فيها دخل في هذا البرنامج ديال اليقظة اللي حنا شارك فيه مع الأقاليم الخمسة بالضبط يمكن نقول ثلاثة هما اللي تيكونوا مضرين اللي هو الأقاليم بني منال خليفة رقازيلان اللي الجهة راح حاطة آلية رهن الإشارة ديال الأقاليم بالطبع باتفاقية شراكة اللي هي مسنية مع الأقاليم الثلاثة أن الأقاليم مجالس الأقاليم تتكلفوا بالوقود الجهه مكلفه بالاليات ويمكننا حنا كما قلت ولا ما تنتحاسبوش يمكن حتى الوقود الا خصنا حنا الجهه حتى هي تساهم راه ما كاين مشكل حتى هي تساهم حتى هو نشوف واش نبرمجو عندنا كما قلت عندنا الاعانات اللي تعطى المجلس اللي العام اللي فات عطى وهذا العام عطانا الحصه لا بالنسبه هاد الإعانات الغذائية اللي تنعطيو لهاد الناس اللي يستاهلوا بكل صراحة الخير داكشي كاع اللي عطاناهم راه يستاهلوا أكثر. بالنسبة للتدخل ديالنا حنا كنتعرفو حنا جاهزين 24 ساعة نسيق معاكم الحمد لله السنة اللي فاتت راه دازت أحسن الظروف وهاد السيمانة الأولى حتى هي راه دازت الحمد لله الطرق عادية ما كاينش أضرار والحمد لله هاد الخير ما كاينش فيه أضرار مايمكنش نقول هاد التعب ديال الأضرار ما خصنيش نستعملو هي كانت بعد الأضرار داكشي تيتحل الطريق دابا مسدودة هي غادي تحل إن شاء الله في القريب الجاي ونتمنى من السادة رؤساء الجامعات ومن الإخوان كلهم السادة رؤساء المصالح كلشي يكون قريب للمواطن حنا جميع في خدمة المواطن هو أهم حاجة عندنا أننا نعتني به كما كان في السهل ولا في الجبل خصنا نعتني به هذه هي الخدمة ديالنا حنايا ونتمنى من الله التوفيق للجميع شكرا سي الوالي شكرا سي الوالي بسم الله الرحمن الرحيم السيد الوالي جهدني من القرقرة بالنسبة كما نكملوا على الكلام ديال السيد الوالي والسيد رئيس الجهة فعلا المجلس الإقليمي بالتنسيق مع الجهة اللي غادي توفر له واحد المجموعة من الآليات وهو مقابل غادي يوفر يعني الوقود المناسب لهذه الآليات في هذا الإطار وضع المجلس الإقليمي مجموعة من النقاط السوداء وما نقولوش السوداء ولكن النقاط اللي هي البؤر السوداء اللي يمكن يوقع فيها بعض الحالات ديال مثلا الفيضانات ولا الثلوج ولا اي حاله من الحالات وضع عليها واحد البرنامج باش يدخل في الوقت المناسب وهذا التدخل ديالو لابد يكون بالتنسيق مع الساده رؤساء الجماعات لان هذا التواصل مع رؤساء الجماعات هو اللي غادي يسهل لنا باش ندخلوا في الوقت المناسب. إذن باختصار المجلس الإقليمي وتوجيهات من السيد الوالي
وضع جميع الآليات ديالو وجميع الوسائل ديالو باش يتدخل في الوقت المناسب، علما بأن المجلس الإقليمي راه بدات في العملية في الدوار ديال القراقب واتجاه من السيد الوالي، بدا في العملية ديال يعني الشق مع المناطق اللي ولات صعبة في هذيك المنطقة ديال القراقب. والمجلس الإقليمي لحد الساعة راه مازال تيتواصل مع السادة رؤساء المجالس باش نزيدو يعني نتواصلوا أكثر باش ندخلوا في الوقت المناسب في الحالات الطارئة. وهذا الشيء اللي كاين، والسلام عليكم ورحمة الله.